وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها السادة الفضلاء، أحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه المناسبة المباركة ومع هذه الوجوه الطيبة المباركة، فحياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الزوج وأن يبارك في الزوجة وأن يجمع بينهما في خير. إخواتي الكرام، عنوان هذه الكلمة المتواضعة هو النظرة القرآن للزواج. النظرة ديال القرآن الكريم لهذه العلاقة ديال الزوج مع الزوجة دياله، كيفاش كينظر لها القرآن الكريم، وكيفاش تكلم الله تعالى على هذه العلاقة ما بين الرجل والمرأة. وبالنسبة للمؤمن، النظرة ديالو للزواج كيفاش خصها تكون؟ خصها تكون طبق الأصل. النظرة ديالك طبق اش؟ النظرة القرآنية، ماشي القرآن عنده نظرة ديال الزواج وانت عندك نظرة اخرى وفهمات اخرى. لا، القرآن الكريم عنده نظرة شاملة كاملة للزواج، والمؤمن خصو هذيك النظرة القرآنية اللي نضرب بها القرآن للزواج هي اللي تكون عندنا. بحالاش دابا الان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هاد الاركان الايمان فين جبناها؟ منين جبنا هاد الشيء؟ جبناه غير هكذاك؟ راه كنجيبوه من القران الكريم ومن السنه النبويه. هذا المعتقد كتسمى الايمان. هاد القضيه ديال الصلاه اللي كنصليو والزكاه اللي كنعطيو والصيام اللي كنصومو والحج اللي كنحجو والعمره اللي كنعتمرو، واش جبناها غير هكذاك؟ راه كنجيبوها من الكتاب والسنه، كنجيبوها من الوحي. قضيه الصدق والعفه والامانه وعدم الخيانه، ملي كنجيبو هاد الاخلاق كنجيبوها من القران والسنه. فكذلك الزواج، لما نبغيو نتزوجو، اسمح لي اخويا الله يخليك، النظره ديالك للزواج تكون كيما النظره ديال القران الكريم. الله تعالى قال لك ها النظره باش تزوج، ها كيدير الزواج، ها كيداير، راه فيه هادي وفيه هادي وفيه هادي وحتى هادي. انت بالنسبه للزوج هذيك النظره القرانيه خصها تكون عندك، وهذيك الزوجه اللي غادي تزوج تكون عندها النظره القرانيه كما بغى القرآن الكريم. هكا خصنا نفهمو. لكن مع الأسف الشديد دابا الآن كلها النظرة ديالو للزواج. كيفاش؟ كاين دابا اللي عنده نظرة بغى يتزوج بنظرة أوروبية، قالك أسيدي بغيت ندير واحد الزواج أوروبي، بحال هذاك اللي تزوج في الفيلم، مرا وراجل تزوجوا في الفيلم، هكا خصو يكون. واحد اخر تيقول لك لا انا بغيت نتزوج بزواج مكسيكي بهذه الكيفيه، وهذا تيقول لك اسيدي انا بغيت نتزوج زواج هندي بهذه الكيفيه بهذا التصور. اش الشرفه، راه حنا ودرنا الطريق، راه ودرنا الطريق. الا كنفكروا هكا، الهنود لهم شانهم، عباد البقر ما كيهموناش شغلهم، هذاك بيهبلوا هبالهم ما كيهمناش هبالهم، حنا المكسيك عباد الصليب ما كيهموناش حنا، هادوك شغلهم حنا. راه انت راك مسلم الشريف، انت راك مسلم متميز، عندك دين، ما عندكش الفوضى، نتبع هنا ونتبع هنا ونتبع هنا، لا انت راك عندك دين، تيقول لك هادي ديرها وهادي لا، هادي ايه وهادي اوهو. النظره
ديال القران الكريم للزواج كيفاش نضر ليها. ايوا جيو تشوفوا كيفاش كينضر ليها القران الكريم. ايوا اللي بغى النجاح وبغى الفلاح وبغى السعاده يجي للنظره القرانيه ويخدم بها ويلقى السعاده ويلقى الصلاح والفلاح والنجاح. ايوا اللي عنده شي نظره اخرى اسمح لينا الا كان شي مشاكل والمحاكم والطلاق ومشات المراه ورجعت المراه هذا شغلك. اسمح لي ما تلومناش وما تلومش الدين، لوم راسك. اش الدين كيما قال لك دير ودير وسترى عجبا. بغيت دير شغل راسك وبغيت دير الافهامات ديالك الله يخليك شغلك هذاك. هنا بالمناسبه وقعت واحد القصه في مدينه كبيره من المدن المغربيه، غير باش تشوفوا دابا واحد العدد ديال الشباب تعلقوا بهذا الزواج الاوروبي والمكسيكي والهندي وبغا يديروا بحالهم. راه كتعيش لاله في المغرب، راه كتعيش في المغرب ماشي في الهند، راه كتعيش في المغرب ماشي في المكسيك، راه كتعيش في المغرب ماشي في تركيا، وهكذا. راه حنا مغاربه ما نبداوش نعطيو عقولنا لغيرنا. اش وقع؟ واحد الدريه تزوج بها واحد الدري، هذا الدري كيمشي لفرنسا، جا سيدي هو مغربي، جا المغرب خطب واحد الدريه، اتفقوا خصنا ندوزوا العرس فعلتك بهذه الطريقه هذه، كما كيشوفوا في المكسيك وكما كيشوفوا عند الهند وكما كيشوفوا عند الاوروبيين، بغا يديروا بحالهم. اتفقوا على العرس، فين غادي نديروه؟ غادي نديروه في قاعه الافراح، هي قاعه الاحزان وليست قاعه الافراح. مشاو سيدي دوزو ديك الليله، نقف طرحهم ونقف هزهم ديك العماريه والكاميرات والتصاور، خلاص لا تسوش القاعه بالماكله ديالها بالشراب ديالها بالفضيح ديالها. شحال خلاو فيها؟ 20 مليون في ليله واحده. هاد ال 20 مليون واش قال لك الله تعالى والاسلام سير صرفها؟ ولا حنا اللي دخلنا نفوسنا في داكشي اللي ما راه حنا اللي دخلنا نفوسنا فيما لا يطاق. حنا ماشي الدين، الدين يسر وسهل، ولكن هادو دخلوا نفوسهم في التكليف وفي الحرج. 20 مليون اللي طيح في هذيك الليله، وهذيك 20 مليون راه مسلفها على حسابك عنده في جيبه ولا. حنا اشنو اللي مصيبه اللي فينا؟ بخ خوال الخاوي زعما هاني درت. ايوا بخر داكشي اللي درت، اسمح لي الله يخليك، حلف لي هذيك بخ الخاويه بغا يدفع كبير، زعما هاني خليت فيها 20 مليون وراه غير كريدي. واخا ولد الناس ابنت الناس دوزتو اللي بغيتو، ايه ايوا غطى الحساب. شنو كاين؟ دوزو سيمانه ديال الضحك واللعب. ايه النهار سيدي الثامن ولا التاسع قال لها الشريفه ابنت الناس راه 20 مليون اللي طيحت في القاعة، وراه كنت أنا وياك، دابا راه كريدي راني هازا غير كريدي، نوضي تخدمي باش تخلصي معايا الكريدي. هذا هو درنا، ها؟ هادي بخ الخاوية، نوضي تخدمي، فين غادي تخدم هاد البنت؟ ها؟ دخلات لواحد لوطير كتغسل الماعن الكوزينه، اليوم غدا غدا تقطع يديها بالشغل تغسل الماعن. النهايه شنو هي؟ راه في المحكمه كيطلقوا دابا، كان تعلقوا فين تفلقوا. اسيادنا الله يخليكم الله يرضي عليكم، راه حنا مغاربه سيروا في القياس، سير قدك وكل قدك يواتيك ولبس قدك يواتيك وركب على السياره قدك تواتيك. ولكن المصيبه اللي باش مضروبين بغيت نبني البالو، باش بغيت تبان ولا انت ولا انا شنو كاين وشنو كاين كاع بالسلامه. سير قدك وقل من قدك ولبس قدك كما تنقولوا ايواتيك. هنا يا اخواتي الكرام انا غير حيت نظرة للزواج كلها وكيفاش كينظر ليه. شوف كيفاش نظر ليه هاد الزوج مع هاد الزوجة وشوف النتيجة كيفاش كانت. لا اجي للقرآن الكريم، الرحمة والسعادة
والتيسير فيه. شوف القرآن الكريم واش كيقول لنا كاملين في جميع الأحكام الشرعية وفي جميع الحكم الشرعية من صلاة وزكاة وحج وعمرة وزواج إلى آخره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شكون اللي كيتكلم هنا؟ رب الكون معامل معاك ومعايا ومعانا كامل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتيقول لي رب الكون ما جعل عليكم في الدين من حرج. يوم ما دخلنا الفوسه في الحرج ياك لاباس. والله تيقول لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج. وتيقول لنا سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما لنا دخلنا نفوسنا في العسر، شكون يدخلنا فيه؟ مالنا ياك رب العالمين تيقول لك تيقول لنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن النظرة القرآنية للزواج، وهذه النظرة القرآنية للزواج هي اللي خصها تكون عندنا إلا بغينا نفوزوا، إلا بغينا الفلاح والصلاح والسعادة نرجعوا ليه. غادي نشير غير شي آيات نقراهم وصافي باش تشوفوا النظرة القرآنية. وخليكم مع القرآن، بداو تقراو وبداو شي كتب ديال التفسير، طلعوا شويه على التفسير، ما تخليوش هذا القرآن كما جرى هكذا. قراوا ارجعوا ليه، ارجعوا ليه. لو كان كنهتموا في القرآن الكريم غير ذاك الاهتمام ديال الكرة والله حتى نرى عجبا. لو كان كنقراوه بديك العقلية باش كنتفرجوا للكرة وبداك الشوق اللي كنتفرجوا للكرة وبهذاك الحب ديال الكرة كنقراو بها القرآن الكريم، ويلي غنصبحوا عندنا واحد العلم ما شاء الله. ولكن مع الأسف الكرة نتفرجوا ليها ايه، نحبوها ايه، نتشجعوها ونتشوقوا ليها ايه، ونعطيوها الوقت ايه، ونناقشوا ايه. يوم القرآن مالو 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 الكتاب مالو 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 ما صالحش. الله تعالى يقول فالنظرة النظرة القرآنية للزواج، يقول سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وهذا من رحمة الله. خلقني الله، خلقنا الله تعالى عيالات من الجنس ديالنا. راه ممكن يخلقنا الله تعالى عيالات من جنس آخر. راه كاين الأنثى ديال الطير وكاين الأنثى في البقر وكاين الأنثى في البهائم وكاين الأنثى في الحوت وكاين الأنثى ديال الجنون. الله تعالى قادر يخلق لنا شي عيالات من هذا الجنس ويقول لنا تزوجوا بهم ولا خليهم كي نديروا لهم، ما يمكنش تعيش معهم. ولكن من رحمته بعباده وبغناء الله تعالى راه قال لك هذه ايه علامه على وجوده، راني خلقت لكم عيالات من الجنس ديالكم كيتفهموهم وتفهموكم وبحالكم بحالهم هكا في القلده. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. شوف القرآن الكريم اش قال، لتسكنوا إليها. شوف هذه العبارة القرآنية كي حاجة جميلة، لتسكنوا. هذه العبارة كتعبر على الهدوء والسكينة والرحمة والطمأنينة والسكون الروحي والسكون الفكري. الدخول داك وتفرح، تفرح بمراتك، تلقى داك الصدر الحنون وتلقى العطف والمحبة والطمأنينة، وما تسخاش تخرج من داك، ما تمشيش تقلب على القهوات بدا الدور، لا تصلي وتبيض دخول داك، لأنك تلقى داك كتلقى داك السكون اللي تسكنوا إليها. إوا ها النظرة القرآنية. ولكن الإعلام وسائل الإعلام ومن بينها الأفلام المكسيكية والهندية أش كيعلمونا؟ كيعلمونا أش العقد النفسية، هذا مش هوخلها، هذا كذا هذا كذا، غير حياة كلها معقدة
وبغاو يمارسوها علينا احنا. القران تيقول لنا لتسكنوا اليها. ماشي تكون الحياة معقدة مع المرأة، اوهو لتسكنوا اليها. زيد اشوف النظرة، وجعل بينكم مودة. ما معنى مودة؟ محبة بين الرجال وبين النساء، تحبها وتحبك وتسكن ليها وتسكن ليك. ها النظرة القرآنية اللي تيقول لنا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مودة اي محبة زيد ورحمة. إوا دخلنا عليكم بالله الزواج اللي تم بعد القضية، فيه السكون وفيه المحبة وفيه الرحمة، واش باقي هنا شي مشاكل هنا؟ سكون ما شاء الله. هذه النظرة الأولى. النظرة الثانية، الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، يعني جاب الله أنا مرة كرهت منها شي حاجة، إما القلدة ديالها إما الهيئة ديالها إما الأخلاق ديالها والمعاملة ديالها ما عجبتك شي 100%، جاب الله 5% ما كيناش و 95% كاينة، ولكن 5 شوية ما عجبتك شي. طيب على قالك القرآن سير تلقى، قالك لا صبر عليها. علاش؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ها النظرة القرآنية للزواج كي دايرة. وقال سبحانه هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هن لباس لكم يعني النساء لباس للرجال، وأنتم أيها الرجال لباس للنساء. واللباس اش كيدير؟ كيستر. إيوا إلا المرأة ديال كاع شوية كذا كذا استر عليها. وانت يا بنت الناس هذا الرجل فيه عيوب في كلامه ولا في التصرفات ديالو، استري عليه ماشي تفضحيه. راه انت لباس له وهو لباس لك. هن لباس لكم وانتم لباس لهم. وقال سبحانه فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. هذه هي النظره القرانيه للزواج. كا خصها تكون عندها نظرة حتى إلا بغينا الزواج يكون صالح وتكون فيه السعادة، راه هذه هي النظرة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام السنة النبوية اش كيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيركم لي خيركم لأهلي. وأنا تيقول عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي. واحد العادات ديال الناس، كتلقاه في دارو مع مراتو شتي تنقطع لك ما كاينش، حيت كياخذ من برا كيولي زوين، زعما متواضع ولطيف ومزيان مع السي الشريف. راه الا ما خديت الخيريه من دارك راه هذيك الخيريه ديالك بينك وبين الناس راه غير كذوب. خصك لان قالت سيدنا محمد خيركم لي لاهلي. لما تكون عندك الخياره في الدار، لان الرحمه ديالك والعطف ديالك والتواضع ديالك والاحسان ديالك شكون الاول فيه؟ باك امك ومراتك وولادك هما الاولين. العطف ديالك والرحمة ديالك والشفقة ديالك والتواضع ديالك والإحسان ديالك والإنفاق ديالك أول واحد في الأسرة. باكم هما الأولين ومراتك ولادك. إوا عاد ديك الرحمة وداك التواضع كيبان برا، أما تبقى فراها في الدار لا إحسان لا رحمة لا تواضع لا والو، دخل بحال فرعون وبركة تبين راك زوين. لا ما زينش، اسمح لي. خيركم لأهليه. أوالدك هما الأولين يتمتعوا بالتواضع ديالك، هما الأولين يتمتعوا بالرحمة ديالك، هما الأولين يتمتعوا بالمال ديالك، هما الأولين يتمتعوا بالإنفاق ديالك، ومراتك وولادك هما الأولين. إيوا برا راك كتبان زين، ما تحتاجش راك زيد تبارك الله عليك. أما أنت خاسر في الدار وبغيت تكون زين برا
هادي ما كاينش. إذن أحبابي الكرام، النظرة القرآنية للزواج هكذا ينظر القرآن للزواج، والنظرة ديال المؤمن خصها تكون طبق الأصل اللي هو القرآن الكريم. إلا بغينا الفلح والنجح، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الزوج وأن يبارك في الزوجة وأن يجمع بينهما في خير، كما نسأل تبارك وتعالى أن يبارك في الرجال وأن يبارك في النساء وأن يبارك في الشباب برحمتك يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.